مساء الخير أحبائنا وأعزائنا. تحديد مصير الطفل التائه بين الدينتين المسيحية والإسلامية. حجزت الدائرة الأولى قضاء إداري لمجلس الدولة اليوم الاثنين جلسة لتحديد مصير الطفل التائه بين الدينتين المسيحية والإسلامية. في الدعوة التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب والتي حملت رقم 12864 والتي طالبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس وإعادة وليهم بصفتهم من ربوة وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية ل 22 يناير للحكم. الدعوة القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل. اختصمت وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين المسيحية والإسلامية. نزاع قضائي على طفل تائه بين الديانتين الإسلامية والمسيحية. قصة الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية بدأت في عام 2016 وبالتحديد في يوم 2 من الشهر أكتوبر حيث تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب أمام مكتب القمص مرقس جرجس بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بأبي زعبل. حسب الرواية التي جاءت في الدعوة كان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة في حالة سيئة الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس لكونه مدير مستوصف ماري جرجس المتواجد بجوار الكنيسة حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية له وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016 وبعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل التائه بين الدينتين المسيحية والإسلامية ورعاية وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة نزع منهم وتسلمته وزارة التضامن الاجتماعي وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم ثم أودعته أحد دور الرعاية التابعة للوزارة شنودة الطفل شنودة من جديد الطفل شنودة من جديد مسلم أم مسيحي مسلم ولا مسيحي. تنظر الدائرة الأولى قضاء إداري مجلس الدولة اليوم الاثنين جلسة تحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية في الدعوة التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب والتي حملت رقم 12864 والتي طلبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس وإعادته لهم بصفتهم من وتغيير ديانة من الإسلام إلى المسيحية. النزاع القضائي على الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية يعيد إلى الأذهان طبعا أكيد قصة الطفل شنودة تلك القضية التي تعاطف معها على الكثير من المصريين. الدعوة القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل اختصمت وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية. نزاع قضائي على طفل تائه بين الديانة الإسلامية والمسيحية. قصة الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية بدأت في عام 2016 وبالتحديد في يوم 2 من الشهر أكتوبر حيث تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب أمام مكتب القمص مرقس جرجس بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بأبي زعبل. حسب الرواية التي جاءت فيها الدعوة كان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة في حالة سيئة الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس لكونه مدير مستوصف بني جرجس المتواجد بجوار الكنيسة حيث قامت بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية له وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016 بعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية ورعايته وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة نزع منهم وتسلمته وزارة التضامن الاجتماعي وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم ثم أودعته دور الرعاية التابعة للوزارة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي وأتمنى لكم كل يعني أيام سعيدة إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله تكون بلدنا بلد خير وبلد سعادة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي
لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم امين. انتظر وكمل معانا الفيديو اللي مساء الخير أحبائنا وأعزائنا. تحديد مصير الطفل التائه بين الدينتين المسيحية والإسلامية. حجزت الدائرة الأولى قضاء إداري لمجلس الدولة اليوم الاثنين جلسة لتحديد مصير الطفل التائه بين الدينتين المسيحية والإسلامية. في الدعوة التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب والتي حملت رقم 12864 والتي طالبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس وإعادة وليهم بصفتهم من ربوة وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية ل 22 يناير للحكم. الدعوة القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل. اختصمت وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين المسيحية والإسلامية. نزاع قضائي على طفل تائه بين الديانتين الإسلامية والمسيحية. قصة الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية بدأت في عام 2016 وبالتحديد في يوم 2 من الشهر أكتوبر حيث تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب أمام مكتب القمص مرقس جرجس بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بأبي زعبل. حسب الرواية التي جاءت في الدعوة كان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة في حالة سيئة الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس لكونه مدير مستوصف ماري جرجس المتواجد بجوار الكنيسة حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية له وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016 وبعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل التائه بين الدينتين المسيحية والإسلامية ورعاية وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة نزع منهم وتسلمته وزارة التضامن الاجتماعي وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم ثم أودعته أحد دور الرعاية التابعة للوزارة شنودة الطفل شنودة من جديد الطفل شنودة من جديد مسلم أم مسيحي مسلم ولا مسيحي. تنظر الدائرة الأولى قضاء إداري مجلس الدولة اليوم الاثنين جلسة تحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية في الدعوة التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب والتي حملت رقم 12864 والتي طلبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس وإعادة لهم بصفتهم من وتغيير ديانة من الإسلام إلى المسيحية. النزاع القضائي على الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية يعيد إلى الأذهان طبعا أكيد قصة الطفل شنودة تلك القضية التي تعاطف معها على الكثير من المصريين. الدعوة القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل اختصمت وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية. نزاع قضائي على طفل تائه بين الديانة الإسلامية والمسيحية. قصة الطفل ميخائيل أو كريم التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية بدأت في عام 2016 وبالتحديد في يوم 2 من الشهر أكتوبر حيث تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب أمام مكتب القمص مرقس جرجس بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بأبي زعبل. حسب الرواية التي جاءت فيها الدعوة كان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة في حالة سيئة الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس لكونه مدير مستوصف بني جرجس المتواجد بجوار الكنيسة حيث قامت بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية له وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016 بعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية ورعايته وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة نزع منهم وتسلمته وزارة التضامن الاجتماعي وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم ثم أودعته دور الرعاية التابعة للوزارة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي وأتمنى لكم كل يعني أيام سعيدة إن شاء الله
وإن شاء الله بإذن الله تكون بلدنا بلد خير وبلد سعادة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. أمين. انتظر وكمل معانا الفيديو اللي